السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي معانا حقنة فيتامين، الحاجات اللي هنحتاجها معانا كحول ده اساسي، والمناديل والسرنجة، المفروض بيبقوا سرنجتين، بسحب بواحدة والسرنجة التانية بستخدم السن بتاعها بس عشان اقلل من الالم اثناء دخول السرنجة. حاليا مفيش غير سرنجة واحدة، فانا هبقى مضطرية ان انا اسحب بيها بس، وانا بسحب بيها هحاول بقدر الامكان ما خلاش تنخدش كتير في الامبول ده، ما خلاش تتحرك كتير جوه الامبول. بسم الله. اول حاجة هبدأ اجهز السرنجة، هنزل اي دواء موجود في الامبول من فوق هنا كده. بسم الله. هبدأ اسحب الكمية بتاعتي. طبعا حقن الفيتامين بتتاخد كلها، ما بتاخدش منها سنتي او نص سنتي، بيتاخد الامبول كله زي ما شفت. انا ما حركتهاش وهي في الامبول، يعني انا حطيتها وثبتها وسحبت كل اللي في الامبول، ما حركتهاش عشان السن بتاع النيدل يفضل زي ما هو. بسم الله. هنطلع كل الهواء اللي موجود ده، بعد كده هنقفل ونجهز قطنه للتعقيم. دلوقتي هنعقم القطنه، هنقسم الإليا لأربع أجزاء، هندي في الربع العلوي الخارجي اللي هو في الجزء ده، هعمل مسحة في اتجاه واحد أو بشكل دائري. دلوقتي همسك الجزء اللي أنا هعطي فيه، بدخل بالإبرة بشكل عمودي، الفتحة بتاعة السن بتكون لفوق، الشوت ده بيكون لفوق كده. بسم الله. بثبت إيدي وبدخل. بسم الله. معلش. بثبت الحقنة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، بسحب سنة صغيرة لورا، ما خرجش حاجة اهو. هبدأ ادي الحقنة تحت. بسم الله. بالشفا ان شاء الله. معلش. بعد كده قطعة قطن ناشفة، وببدأ اخرج واضغط لمدة دقيقة.